زوار مكعرفتي انت حبسي ومغات تغطيه ثاني تين تقي العرس الجماعي يتنظم جمعيه الصداقه للرياضه والتنميه. العرس واني تاي تغامي تنشيط الفنان غنقران سي اسماعيل بلعوش. نستضف ذاك غادي تاي اسماعيل بلعوش باش انا غي يشجع تصريح المناسبه هي في العرس الجماعي. سي اسماعيل بلعوش مرحبا بك المكعرفتي. بسم الله يبارك فيك. شكرا خدت عوايا ثاني كثير هذيك بالبركه. سي اسماعيل عليكم بالمقاعدون الرفديه وتحيه المناسبه مار زوار الموقع رفديا ونتمنى ان شاء الله المسيره تقبل ان شاء الله. في مره حنا نشوف من ان شاء الله ان شاء الله التوفيق. من تلقى اسمع لي المناسبه اللي انت يتلقى المبادره يتلقى جمعيه الصداقه الرياضه والتنميه ثاني تا ديجن المناسبه تم قران تنشت وريخ زعما ديجن المبادره تصبحت بالنسبه يوذن يغجى الغرض هذا القنوره ولكن هو غاسم بول استطاعه باش تقدمين باش هذا القنوره والجمعيه يعني تكلف المصاريف يعني المصاريف هنا واش انت تعبر مجموعه المساهمين يعني الطاسوه تجيبو دروس الحمد لله يعني مره واذا يحضر نقول راه يساهم ذي ويساهم ذي النجاح الناس الحمد لله نشتو ريخ ديج المبادرات تصبح الطاس وتشجعهم ان شاء الله الرحمن الرحيم. ودابي انت تعود النسخه الثانيه وان شاء الله ما مشيت تولي النسخه يعني المبادرات صغيره بزاف يعني دايرين نشكر يعني حضر النسخة ذا مزوارت يعني تغا نشت ليس بعد ذي المناسبة ني وتبارك الله المناسبة يعاود غاس جن خصوصيا نستوقرا وتبشى جن إشعاع كتار إن شاء الله يثني ذا مزوارت ورتني ذا مزوارت وتناجح الحمد لله. شكرا إيش سيس معار إن شاء الله الموعد نغي النسخة الثالثة إن شاء الله وتيري إن شاء الله إن شاء الله بارك الله فيك. وتشكرا إيش سيس معار بارك الله فيك. شكرا كني وتشكرا كني وبارك الله فيك. شكرا.